أهلا بكم مجددا، شكرا على وفائكم. والآن وصلنا إلى فقرة سؤال اليوم، وسؤالنا سيكون عن ما هي منظمة التعاون الإسلامي. هي إذن منظمة دولية تجمع 57 دولة، وتعتبر المنظمة التي كانت تعرف سابقا بمنظمة المؤتمر الإسلامي تعتبر الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وهي تسعى لحماية مصالح الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها فيما يتعلق بقضايا مختلفة بحسب ما ورد في نصوصها التأسيسية. وقد تأسست المنظمة في 25 من شهر سبتمبر من عام 69 و900 ألف بالعاصمة الرباط، خلال أول اجتماع لقادة الدول ذات الأغلبية أو الغالبية الإسلامية. بعد 6 أشهر من هذه القمة، تبنى المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الخارجية المنعقد بمدينة جدة السعودية شهر فبراير عام 70 و900 ألف، تبنى إنشاء أمانة عامة للمنظمة قبل الاتفاق على اختيار المدينة مقرا دائما منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تحولت لاحقا إلى منظمة التعاون الإسلامي.